جميلة شيء في كبسة كمية الصدى اللي بالستوديو از انبليفبل بلين هلا من غير ما نفوت بتفاصيل ما لها داعي أيام زمان كنا نشوف الشاشات 4 باي 3 وبعدين تحولنا لل 16 باي 9 وضلينا 16 باي 9 مع انه مع انه حياتنا كلها صايرة طولية تيك توكاتك ريلزاتك سناباتك ليش طالع برا سناباتك كتبك قراءاتك وحتى حماتك كله بالطول وما في حدا تجرأ يعيد دراسة المقاسات المناسبة للمحتوى الجديد راك حسان الشاشة اللي بالعرض اعملها بالطول وخلص انحلت المشكلة يا أخي يعني 16 باي 9 بتصير 9 باي 16 تفكير جميل ولكن طول عنده مشكله واحده ما بيوسع كل شيء بدك اياه بسلاس كيف يعني؟ بقول لك منيح سالت هلا فيك تحط شغلات فوق فوق <applause> او تحت 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 يا اخي انا عم اشتغل عليهم او فيهم ومحتاجهم قدامي <applause> ما بدي اسافر براسي ايام وليالي من اقصى يمين الشاشه لاقصى يسار الشاشه خاصه عم بحكي عن الشاشات الكبيره جدا واللي بتعطيك مساحات اضافيه للعمل عشان هيك ال جي عملت شيء اسمه طول عرضي ايه يا اخو سمعتها صح طول بالعرض يعني شاشه طوليه وبالعرض كيف الاسبكت ريشيو يرحم جدك يعني بالعربي نسبة الارتفاع الى العرض هي 16 باي 18 ليش يعني فيك تقول الشاشتين الاسبيكت ريشيو تبعهم 16 باي 9 بمقاسات 21 انش تطين <applause> فوق بعض <تصفيق> <تصفيق> اوكي <تصفيق> وبدون لبكه الشاشتين <applause> اسلاك الشاشتين وحامل الشاشتين يعني مساحات لتفرش شغلك برامجك مونتاجك العابك برمجتك محاسبتك اكسلاتك فاينل كتاتك اكسكوداتك ايماكساتك فيماتك هون ما في حماتك وكل هدول على فكره بدون سكرول فرود لالك شاشه وحده كيبل واحد سي تايب وبيجي معها حامل ماونت سي كلامب لطاولتك بشكل انيق شيك أوي يرطب لك يرطب لك يرتب لك سطح مكتبك الحقيقي يا سلام يعني المساحات اللي بدك اياها بترتيب جديد ومختلف لسطح مكتبك الرقمي وكمان الحقيقي شاشه معموله لمونتاج الفيديوهات وانتاج المحتوى شاشه معموله للستريمرز شاشه معموله للتطبيقات الماليه Trading. شاشة معمولة للبرمجة والمبرمجين وتطوير المواقع شاشة معمولة للديزاينر والديزاينرية شاشة معمولة للي حابين يشتغلوا من البيت شاشة معمولة كمان للي حابب يشبك شاشتين بشاشة واحدة جهازين بشاشة واحدة اه طول بالك يجي <نصف> وضعية الصورة بداخل الصورة بيكتشر باي بيكتشر بتعرف كم مرة الشاشة؟ رجعوا هدن وعلى فكرة هالثمان شاشات هيدن شاشة واحدة اسمها Dual اب من ال تم طرح الشاشه لاول مره في معرض السي اس 2022 هالسنه وربح جائزه السي اس 2022 انوفيشن اوورد كمان ربح جائزه مهمه جدا وهي من ارقى الجوائز جائزه الريد دوت للتصميم اسمها ريد دوت ديزاين اووردز 2022 في شويه خصائص جدا حلوه ومهمه بها الشاشتين بشاشه اللي هي ال جي دولا خاصيه الكي في ام واللي هي الكيبورد فيديو مونيتور ماوس واللي بتسمح لك تتعامل مع الشاشتين اللي جوا الشاشه كانها شاشه واحده تذكروا من شوي حكيت انه جهازين بشاشه واحدة جاهزين وش بيطلع له شاشتين جوا الشاشه الواحدة ايه ماوس واحد وكيبورد واحد بتشبكهم بالشاشه وبتتعامل بالشاشتين كانه شاشه واحده واو اليو اس بي اللي بخلف الشاشه بيشتغل كهب وكمان فيها جوز سماعات حلوين اذا احتجت 7 واط او الملخص وبصراحه الانطباع الاولي واو انا صار لي فترات طويله بستخدم شاشات ال جي على كمبيوترتي وشاشات التلفزيون اللي عندي بالبيت وكل الانظمه الكمبيوتريه اللي بستخدمها من ماك لويندوز لو للينكس وانا متاكد انه ال جي جي دول راح تبلش من مستوى الجوده اللي تعودنا عليه من شاشات ال جي واكيد راح تزيد حبتين اعطوني اسبوعين ثلاثه راح احطها كشاشتي الرئيسيه مثل ما شفتوا واجربها يوميا وبرجع لكم بمراجعه ما بعد الاستخدام واذا في شيء معين حابين اني يجربوا خص نص واسجلكم التجربه خبروني على كل ترك لكم الرابط لموقع ال جي بالعربي بصندوق الوصف مشان تعرفوا اكثر على تفاصيل الشاشه للاشخاص اللي بيحبوا الارقام لانه ما غطينا كتير ارقام نرجع بنحكي تمام ولليوم سلام